انت لازم تقولين حق ابوك، ترى هذا شيء ما ينسكت عنه. شلون اقول حق ابوي؟ نسيتي ان ابوي كان متزوج على امي؟ طرديهم هي معاه برا البيت، خليهم يقضون شهر العسل بالشارع. شلون اطرده؟ شلون تبيني اطرده والبيت باسمه؟ اطرده من بيته؟ والله عاد حبيبتي خيري، قولي له يا انا يا اهي، مو تسكتين. وانا عارفه منو بيختار. انا متاكده انه بيبيعني برخيص. وانت ان شاء الله بتسكتين؟ قعدي عند ابوك ولا ترجعي له. شوفي سمعيني، هالمره مشكلته ومصيبته هالكبر، مو تسكتين عنه وتطوفين له نفس كل مره. وهالسته اللي برقبتي وانا اروح فيهم، شو اسوي فيهم؟ قولوا لي شو اسوي.